صباح الخير لهاني ولكل المشاهدين. بعد غياب طويل رجعنا مع فقرة معلومات مش عامة، واليوم المنافسة رح تكون قوية لأنه بالفريق الأول بيمثل صباح الخير يا عرب معنا هاني الحامد ومها الغامدي اللي بنعرفها دائما بالجيمز ومعلوماتها العامة كتير قوية واللي حنفوز. ما بعرف كيف معلوماتك المش عامة. وبالفريق الثاني معنا من قسم الأخبار بـ MBC دانا بلان وماريا شربل. هلو، صباح الخير. كيف متحمسين؟ كتير نحن كتير هيك جايين نربح. طب معلوماتكم العامة كيف؟ منيحة مش عامة. الله يستر. يلا بس كلمة لو سمحتي. تفضل. بما انه الفوز مضمون والفوز بالمخبة راح افوز عليكم وانا قاعد. اوكي تفضل. راح افوز عليكم وانا قاعد. متأكد انت من حلوة الثقة؟ خلص خلينا نشوف وين انت قاعد طولي. الثقة الزايدة ممكن تودي لنتائج مش لطيفة. خلينا نشوف عن شو راح تكون معلوماتنا المش عامة اليوم. اوكي سو اليوم الثيم هو الافلام والسينما من وحي مهرجان البحر الاحمر السينمائي اللي عم نستمتع صراحه بمتابعه فعالياته. فسؤالنا الاول رح يكون اول فيلم روائي. بس لحظه. ايوه اللي يعرف اللي جاب ولا في رح توجهي لهم؟ لا رح نبلش مع الفريق الثاني اللي هم ضيوفنا. حاضر. بعدين حاضر. لك اول فيلم روائي في تاريخ البشريه باي عام صدر وكم كانت مدته؟ مش فيلم عادي، فيلم روائي. أنا بعرف أنتم خريجين إعلام. ما ضغطت رأسي رأسي هاي المعلومة علقت عليكم. روائي يعني دوكيومنتري؟ لا فيكشن. فيكشن يعني وي توك 1900 و يا 1900 ايش قالوا؟ السنة بالتسعينات أول التسعينات. 1900 هم قالوا 1900. 1900 شوف هو هذا الفيلم مار علي أنا الحقيقة أتذكر اسمه. أوكي. سرقة لها علاقة بسرقة أو اسمه. السنة من 1902 إلى 1905 بينهم. أوكي خلينا نشوف الجواب الصحيح. أول فيلم روائي في التاريخ كان The Great Train Robbery اللي صدر عام 1903 وكانت مدته 12 دقيقة. ما شاء الله طرب. وتم تصوير هذا الفيلم بمدينة نيوجيرسي الأمريكية. وعلى فكرة أول عرض سينمائي كان عام 1895. ما كان في سينما بالمفهوم الحالي، فعرض الأخوين لوميير في الجراند كافيه بباريس وهم اللي اخترعوا ما يعرف بالكاميرا بروجيكتور أو السينماتوغراف. وأول فيلم في التاريخ كان أيضا فرنسي لكن مدته ما تجاوزت الثانيتين، هو بحسب موسوعة جينيس أقدم فيلم موجود للآن في التاريخ. نحن ثانيتين هذا اول فيلم وبعده موجود. هاي كده خلص. هي فكره كانت موشن بيكتشر، صور متحركه. فهو فيلم. ممتاز. من النقطه علامه لكم ونص علامه للفريق لانه عرفوا. لانه نحن عرفنا وشي. انا كنت حقول 1904 بس قلت خليني. ايه ما بدنا نصير تقولي بس انا بخاطر مره شيء. نروح للسؤال الثاني وللسينما العربيه. اول فيلم ناطق في تاريخ السينما العربية من أي بلد كان وفي أي عام صدر؟ وبدي أسمع من مها. وفي بونس بوينت لو عرفتوا الفيلم. شابلن. لا هذا دقيقة. عربي عربي. عربي. عربي أكيد. مصري. أكيد مصري. أكيد فيلم مصري. أكيد مين؟ إذا قلنا أول فيلم روائي عند الغرب 1903. ثلاثينات. أي فيلم روائي؟ ثلاثينات. هي بدأت السينما في مصر في الثلاثينات تقريبا اصلا. لا قبل، بس هذا فيلم ناطق. ناطق يعني ناطق مش سايلنت. مش صامت. ثلاثينات. 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 هلا انا بقول انه بعتقد الناطق يعني بعتقد نفس ال 1000 تقريبا. انا ما عندي اي فكره صراحه. 1917 يمكن. أوكي. بمصر اكيد. اوكي خلينا نشوف الجواب الصحيح. الجواب الصحيح هو الفيلم المصري اولاد الذوات من بطوله عميد المسرح العربي يوسف وهبي والفنانه امينه رزق ومن اخراج محمد كريم. اسمعوا قصته لانها كثير حلوه. صدر الفيلم عام 1932 وهو بيحكي قصه يوسف وهبي اللي بيتزوج من فرنسيه وبتخونه. واثار جدل كبير وقت عرضه لانه الجاليات الاجنبيه اعتبرته اهانه لها. من اللافت انه تصريح وهبي في لقاء نادر له اصر أن أولاد الذوات يكون أول فيلم عربي ناطق دفاعاً عن الشرق اللي وصفوه الغربيين بأنه همجي ومتوحش. كان في وقتها محاكمة لامرأة أجنبية قتلت شخص مصري وكان عم بيحكوا أنه العرب هم الهمج. نعم. فحب أنه هذا الفيلم يكون رد. نعم يا اخي حسسونا شو منافسه. لا بس انا عامله بدنا اسئله هيك ريس. يلا يعني نحن جيل جديد شوي قديم يعني. كم نتيجه الحين؟ 2-1 لانه مع نص نص. عرفوا مصر. وساد مصر. بس هو السؤال لنا.
لا لا لأننا كلنا لا ربحتنا ربحان لهلا شو بدك؟ لا بس أبي الفرق خايف أنا أن تصير على الجديد هذا سؤال مهم وصل للألفين هذا سؤال للجيل الجديد زي منه السؤال؟ خلينا نشوف السؤال الثالث أعلى فيلم تحقيقاً للإيرادات في التاريخ كم جمع من شباك التذاكر؟ ولو عرفتوا الفيلم في بونس بوينت وممكن تعوضوا الفرق لو عرفتوا الفيلم Avengers Endgame الأول I think يا الأول يا الثاني هو اللي كسر أعتقد أفاتار قد إيه الرقم؟ بعتت 380 مليون رقم بوكس أوفيس قصدي يعني أعلى شيء بالتاريخ رقم 380 مليون دولار لا I think وصل بالمليارات يعني أعطيني رقم ما فيني أعطي لا بدي رقم لأنه ضروري يكون بالضبط ممكن يكون أقرب يلا هذا أنت قصدك مشاهدات ولا مين البوكس عائدات إيراد إيه مليار حوالي مليار حوالي مليار أفاتار سرقتها منا هاي تايتانيك ما قلت أفاتار أنت قلت أفاتار ها؟ ثلاثة مليار ثلاثة مليار شوف جواب الصحيح أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات بتاريخ السينما هو فيلم المغامرة والخيال العلمي أفاتار اللي صدر عام 2009 كم؟ وجمع في شباك التذاكر 2 مليار و 47 مليون و 246 ألف أنا عم بتلد أنا كنت متأكدة إنه بلشتك بهاني حقق نجاح غير مسبوق ربح ثلاث جوائز أوسكار يا هاني أفضل إنجاز بالتصوير السينمائي وأفضل مؤثرات بصرية وأفضل إنجاز بالإخراج الفني وهو من توقيع المخرج الشهير اللي كنا من معروف فيلم معروف بس تعرفي أنا أدري بس شوف هذا يمكن جيلنا أكثر من جيلهم هذا الفيلم بتذكر حضرته بس في زمنه هو ممكن يكون أعلى إيرادات هو أعلى بس Gone with the Wind كمان كان يعني أعلى العلامات للمين بهذا الإجابة هاي الإجابة لكم أنا ممكن أفوز عليك وأنا متربع أساس لا لا أنا حسيتك عم تسرق الأسئلة مش عارفهم من قبل لما خلينا نروح لسؤال موسوعة سينمائية سؤال الرابع بعد في سؤالين ممكن نعدل النتيجة ممكن تعوضوني يا جماعة ونطلع هيك بنتيجة حلوة دانا ما تزعلي وجهك زعلان بس أنا متأكدة إتس أفنج كنت متأكدة ما بعرف ليش بس يلا نتيجة هلأ 3-1 زين وكم سؤال باقي؟ سؤالين سؤالين نتبرع لهم بنقطة؟ لا 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 نحن نسيشهم يعني لا نعطيهم نقطة من لا لا ما تتبرع خليش السؤال الرابع عكس السؤال الثالث أقل الأفلام في التاريخ تحقيقاً للأرباح كم جمع؟ وما رح أسألكم عن اسمه لأنه أنا ما عملت سيرتش اسمه يدوب عرفت أنطقه يعني هو أمريكي أقل أرباح أقل أرباح 100 دولار 100 دولار يا حرام ما أقول 100 دولار أقل أرباح الرقم مفاجئ بصراحة فما أمريكا أقل من 100 دولار أنا ما رح أقول يس أو نو كنت رح أقول 1000 دولار أنا ما بعرف أمريكا ولا لا؟ إذا إيه من أي بلد؟ يعني أقل من 100 أقل من 100؟ إيه لأنه إذا يا أوكي أي ثينك سو أقل من 100؟ أعتقد إيه خلينا نشوف الجواب الصحيح أقل فيلم تحقيقا للأرباح جمع من شباك التذاكر 30 دولار و19 سنت الفيلم كان ثريلر اسمه زيزكس رود وصدر عام 2006 هو من إخراج وكتابة وإنتاج جون باني ومحله ما برجع بكتب بعدين من بطولة النجمة كاثرين هيجل طبعاً شوفوا السر بيكمل أنه صناع الفيلم قرروا يعرضوه بشكل محدود وفي سينما واحدة مرة باليوم لمدة 6 أيام ما حدا راح حضره هلأ الفيلم سيء جداً جداً يعني ممكن اللي حضروه ب30 دولار يمكن يعني ثلاث أشخاص مثلاً أو لا وبقول لك في أشخاص اشتروا التيكت وعملوا ريفاند بطلوا بدهم يحضروا بآخر لحظة فوصل لـ30 دولار هلأ النقطة لدانا وماريا وأول صفر بتاريخ بدور بدور كعب أول صفر للناس المجتهدين ما في مشكلة ما في مشكلة نعطيهم فرصة سؤال كم النتيجة الفرق كيف هلأ أنتوا 3-2 زين تبون نخلي هذا السؤال هو السؤال الذهبي اللي جاوب عليه هو اللي فوز لا 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 خلي يعني هم احنا بدنا نشوف السؤال بالاول طيب ما يخالف بس انتم الحين اذا اخذتوا النقطه اللي جايه راح نتعادل طب حلو تعادل في سؤال فاصل لانه نحن بالاخير مؤسسه واحده يلا يلا السؤال الخامس والفاصل في ممثل هندي كسر الرقم القياسي لاكبر عدد من الادوار اللي بيلعبها ممثل بفيلم واحد كم دور لعب واظن لازم ابلش معكم ايه كم دور لعب في نفس الفيلم وكسر رقم قياسي أكثر شخص عمل أكثر من شخصين والله أنا بالهندي ما أدري مشهور ومعروف اسم معروف؟ لا بس من عرف من وراء يعني كم دور مثل بنفس الفيلم؟ ما تعرفوا الممثل أوكي أوكي كم دور؟ كم دور؟ عدد الأدوار اللي عملها بنفس الفيلم بس لحظة أستاذة احنا بنفس التيم
ممكن ستة. ست أدوار أكثر شوي. عشرة. أكثر شوي. لا مو معقول من جد هندي. خلينا خمسين خمسين خمسين. لا ما أصدق. يلا. خمسين خمسين هندي بعد. يعني أفلام الهندية طويلة سو مع وقت بس مش خمسين. لا أنا بقول أنا بقول بين 20 و30. 20 و30 بدك نعلي اذا بدك نعلي. انا بدي اقول الجواب الصح وافصل مين الربحان. الجواب لاخر سؤال طريف جدا. الشخص اللي عم نحكي عنه هو الممثل والمنتج الهندي جونسون جورج واللي لعب عام 2018 في فيلم ارون نيجان. تخيلوا بفيلم مدته 107 دقائق 45 شخصيه مختلفه. خلينا نشوف الصور لتشوف الشخصيات. ودخل موسوعه جينيس للارقام القياسيه. عمل يعني هو عمل كل الادوار اللي بالحياه. وليش يعني في معروف السبب؟ هو بيوفر بيوفر. لا هي كانت تحدي حاب يدخله انه يعمل اكثر من شخصيه بالحياه. على العموم الفريق الربحان هو فريق صباح الخير يا عرب باربع نقاط مقابل نقطتين. فنورتونا. حلو. Thank you for having me. نحن هلا مخلص دوامنا وبيبدا الخميس هم لسه عندهم دوام. عندنا دوام بكره. حرام. راح ننقطكم ثلاث نقط. خلص انتم الفائزين. لا لا نحن بنتقبل الخساره. ما عندنا مشكله بالخساره. شكرا لكم نورتونا. شكرا لكم. وفتكم والله يعني هي اكبر جائزه لنا. شكرا جزيلا. شكرا.